مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن المعابد المصرية، وهنتكلم على معبد مهم جدا ألا وهو معبد كوممبو. الحقيقة أهمية معبد كوممبو تكمن في أهميته سواء الأثرية أو الزخرفية أو حتى من ناحية الإرشاد السياحي. في مناظر مهمة جدا ليك كمرشد سياحي لازم تكون عارفها، لأنها مش موجودة في أي معبد تاني. لو اتكلمنا في البداية كده على مسمى منطقة كوممبو، الحقيقة كوممبو هي مدينة، أو يعني تعتبر مدينة صغيرة تبع محافظة أسوان حاليا. هي تقريبا 24 كيلومتر شمال منطقة أو مدينة أسوان، وكانت بتسمى في النصوص المصرية القديمة باسم نبيت، ونبيت معناها الذهب أو يعني الذهبي. بعد كده في اللغة القبطية حور أو يعني تغير لفظة هذا الاسم وأصبح ميبو أو إمبو، وبعد كده في العصر اليوناني الروماني أصبحت بتنطق باسم أمبوس. وبعد ما دخل العرب مصر، وكعادة العرب في بعض المناطق الأثرية اللي لقوا فيها إن هي كانت مغطاة بمجموعة كبيرة جدا من الرمال أو مجموعة كبيرة من التراب اللي بيكون شكل كوم، فعشان كده في بعض المناطق عندنا اتسمت بكوم، زي كوم الدكة، كوم الشقافة، وبرضو كوم ايه، كوم أمبو. تمام. يبقى before talking about this marvelous temple, we should mention that the nomination of Komombo. In fact, Komombo is a small town now, and it lies about 24 kilometers north of Aswan. This city was called in the ancient Egyptian language as Nibit, which means the golden. And after that, in the Coptic language, the city became pronounced as Mibu or Imbo. And after that, during the Greco-Roman period, the city was called Ombos. And after that, the Arabs called this place Kom Ombo by adding the word Kom, which means the mount, to the name of the city. This was concerning the nomination. طيب تعالوا نشوف كده ايه اهميتها بالنسبة من ناحية الهيستوري. هو الحقيقة تاريخيا منطقة كومومبو بترجع عندنا بعض الدلائل الأثرية بتؤكد على وجود معبد في هذا المكان في عصر الدولة الحديثة، وخصوصا في فترة عصر تحتمس الثالث. بالإضافة لكده ان احنا اكتشفنا بعض البقايا الأثرية عبارة زي كده 1000 انكلوجر وول، اللي هو الجزء الجدار الجنوبي، وبيرجع لعصر حتشبسوت من عصر الأسرة 18. بعد كده نقدر نقول ان المعبد اساسا في العصر الأسرة 18 كان بيسمى ببيرسابك، معناها بيت الإله سوبك. دي حاجة. تاني حاجة برضو ان المعبد نفسه تم بناؤه في بدايات عصر بطليموس السادس، واستمر بعد كده حتى القرن الثالث قبل الميلاد. والمعبد نفسه تم استبداله بمعبد آخر، أو استبدل المعبد الفرعوني، يعني حل محل المعبد الفرعوني في المكان، بالإضافة لبعض الإضافات اللي حصلت في عصر البطالمة اللي جم بعد بطليموس السادس لبطليموس الثامن وبطليموس الاثناشر. استمر استخدام المعبد في العصر الروماني، والدليل على كده ان احنا عندنا بعض الخراطيش الملكية لبعض الأباطرة زي ماكرينوس ودادامرس، وتقريبا بناء هذا المعبد استغرق اكتر من 400 سنة. برضو ملاحظ جدا ان المناظر البطلمية احسن حالا من المناظر اللي ترجع للعصر الروماني. المناظر الرومانية تعتبر اقل في الجودة من ناحية الفنية. So this was concerning the nomination. What about the importance and the history of this place? As we said before, Komombo was a very important place as a commercial role. It played a very important commercial role. يعني إيه commercial role؟ يعني كانت بتلعب دور تجاري. It was a center for getting the African elephants. And as we know, the African elephants were used in the battlefields, especially during the Ptolemaic period. كانوا بيستخدموا في الحروب،
وخاصة في فترة العصر البطالمة، البطالمة الأوائل اللي هم لغاية عصر بطليموس الرابع. After that, during the Roman times, Komombo was an important center for part of the Roman garrison in Egypt. كانت جزء أو موقع من مواقع استقرار الحامية الرومانية في مصر. And as we said before, that this temple dates back to the New Kingdom. And as we said before, there was different archaeological evidence confirming. يعني إيه archaeological evidence confirming؟ يعني بعض الدلائل الأثرية التي تؤكد the existence of a temple dating back to the 18th dynasty, mainly to the reign of Thutmose III. We also discovered in the southern enclosure wall a part of a gateway that dates back to Hatshepsut of the 18th dynasty. As for the building now, the building and the decoration of the existing temple dates back to the Ptolemy VI, and it continued in decoration and in construction till the 3rd century BC, till the reign of Ptolemy VIII and Ptolemy XII. دوت بعض الصور اللي بتوضح اكتشاف المعبد في البداية خالص، زي ما احنا شايفين اهو ده الجزء العلوي من المعبد ومغطى بالرمال، ليهم حق ان هم يسموه كومومبو نتيجة ان فعلا هو كان عبارة عن كوم او تل كبير من ايه of a dust. It's a mound of a dust covering the whole building. تمام. وقبل ما نتكلم على الآلهة، we should mention also that this temple was cleared and restored by Morgan in 1893. Morgan هو اللي بدأ الاكتشافات في هذه المنطقة. And the temple was recently restored by the foundation or the bafound of the USAID. من خلال هيئة اليوسيد قدرت ان هي تعمل بعض الريستوريشنز الجيدة جدا في هذا المكان. زي ما قلنا the temple was named in the 18th dynasty with a very important name which is called Per-Sebek. Per means house and Sobek is God Sobek, so it's the house of God Sobek or the temple of God Sobek. And as we said before, the dedicatory inscriptions according to the dedicatory inscription, يعني إيه dedicatory inscriptions؟ يعني نصوص التأسيس mentions that this temple was built by Ptolemy VI. Parts after that were added later. يعني إيه parts were added later؟ يعني بعض الأجزاء تم إضافتها by the reign of Ptolemy the 8th and Ptolemy the 12th. The last scene of this temple, آخر منظر عندنا في هذا المعبد بيرجع لعصر الإمبراطور الروماني ماكرينوس and دايدامانوس. And the construction of this temple, as we said before, took about 400 years. استغرق حوالي 400 سنة المصري القديم في بناء هذا المعبد من العصر من نص العصر البطلمي حتى العصر الروماني. طيب، من الحاجات المميزة جدا في معبد كومومو هو وجود ثالوثين، وده أثر على البناء ان انت بتدخل من خلال بوابتين بتشوف قدسين للأقداس، فدي من الحاجات المميزة جدا عندنا ومش موجودة في أي معبد آخر. الثالوث الأول عندنا اللي هو حور الزجريت حرور، ومعاه زوجة سنوية هي أحد أشكال المحلية للإلهة حتحور اللي هي طاسنة نفرت، والابن ليهم اللي هو با نبتوي. الساكند رايت سوبك، سوبك طبعا كان أحد آلهة المشهورة جدا في مصر، وكان إله خالق الكون، كان إله لنهر النيل، كان إله للقوة الشريرة، كان لي أشكال مختلفة جدا، أشهرها طبعا شكل التمساح أو شكل إنسان برأس تمساح، وحتحور كزوجة، وخنسو إله القمر اتكلمنا عنه برضو قبل كده، هو خنسو إله القمر ذا ترافلر الرحالة خلاص، وكأي كابن. إذن إحنا عندنا كام إله وإله في هذا المعبد؟ 6 آلهة في صورة ثالوثين، وكل ثالوث فيه 3 آلهة: حورس حرور، طاسنة نفرت بانبتوي، this is the first trite, and the second trite is Sobek, Hathor and Khonsu. طيب، ايه اللي احنا نقدر نقوله تاني قبل ما نتكلم عن المعبد نفسه؟ الـ orientation. الحقيقة المعبد متوجه من ناحية south west from to the north east، متوجه من ناحية الجنوب الغربي حتى ايه الشمال الشرقي،
الانترنس بتاعه موجود في مواجهة نهر النيل. المعبد بيقع تقريبا 15 متر اعلى من مستوى نهر النيل نفسه، هو يقع في مستوى اعلى شوية من مستوى نهر النيل. So the temple is directed from the southwest to the northeast, from the southwest to the northeast، من الجنوب متوجه شوية ناحية الغرب، الجنوب الغربي للشمال الشرقي. And its entrance is facing the Nile، ال entrance بتاعه في مواجهة نهر النيل. And the temple also is about 15 kilometers 15 meters higher than the Nile level، هو أعلى من نهر النيل بحوالي 15 متر. ادي البلان بتاعه المعبد اهو. هنبدا نشوف كده ايه الحاجات الرئيسيه. وانت داخل المعبد لازم تحط في دماغك حاجه مهمه جدا، ايدك اليمين خلاص هي الجزء المخصص لثالوث سبك المقدس، سبك حتحور وخنصر، والجزء الشمالي اللي هو على ايدك الشمال، ايدك الشمال ده مخصص للثالوث الاخر اللي هو حروريس حروير حور السكريت وحتحور وتاسنت نفرت وبانبتوي، تمام؟ فاذا معنى كده ايه وانت داخل كتور جايد، خليك فاكر على اليمين سبك، على الشمال ايه؟ على الشمال حورس او حروير. So the plan of the temple we should always remember that on the right side, on the right hand, the southern part is dedicated to the sanctuary of God Sobek, the tribe of God Sobek, Sobek Hathor and Khonsu. And the northern part, which is the left hand, on the left part of the temple, it's dedicated to Haruris, Hor the Great or Horus the Elder, and Tasenet Nefret and Pa Neptawi. لكن برضو لازم نبقى عارفين ان في بعض الاحيان كان في مناظر بتجمع الثالوثين مع بعض وان كانت مناظر قليلة، لكن معظم المناظر مفصولة، مناظر خاصة بثالوث سبك ومناظر خاصة بثالوث حورس او حرور. طيب تعالوا نتكلم كده على اول جزء. انت كده وانت داخل اوكي هتبدأ تدخل وهتقف عند حتة كده معينة، نقطة معينة اسمها بوابة بطلميوس ال 12. ايه حكاية بوابة بطلميوس ال 12؟ تعالوا كده نشوفها مع بعض بشكل اوضح. دي البوابة بتاعت بطلميوس ال 12 في الاول خالص، اول حاجة هتواجهك، وهي من اسمها هي بترجع لعصر بطلميوس ال 12، وبتقع في ناحية الجنوب الغربي من المعبد الرئيسي، وبيجي موجود عليها بعض السينز المهمة ليك كجايد ان انت تعرفها. زي ايه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. اول منظر اللي هو منظر الملك بطلميوس ال 12 وهو بيقمع الاعداء قدام اتنين من الالهة. ما نعرفش الالهة دول مين، للأسف الجزء كبير من المنظر مش موجود، بس طبعا ممكن جدا يكون سوبك وزوجته. ده احد المناظر المهمة. منظر تاني اهوت، والملك هو بيعطي presenting flowers، خلاص اللي هو بيعطي بعض الفلاورز او بيقدم تقدمة الفلاورز اللي هي السيبيو للإله جب والإله نوت. ادي الإله جب اهو وادي الإلهة نوت. طيب عرفتهم منين؟ عرفتهم من الاسم مش من شكل التاج. قلنا برضو ان احنا ياريت ان احنا في الالهة المصري بالذات بنعتمد على اسم الاله في النص وليس شكله، لان بعض الالهة وكتير جدا من الالهة متدخلة في شكلها. وليه بنركز على المنظر ده؟ لان عادة جب كان قليل الظهور في المناظر وخصوصا مناظر المعابد، فما كناش بنلاقيه كتير، فده برضو من المناظر اللذيذة قوي ان انت تبقى عارفها. منظر تاني برضو وهو بطلميوس ال 12 وهو بيقدم تقدمة المرايا او تقدمة المرايات، مرايتين بيقدمهم للإله حتحور. الحقيقة مناظر تقدمة المراية هنتكلم عليها وهتظهر عندنا بشكل كبير جدا في معابد فيلة، ودايما كانت مرتبطة بآلهات وليست آلهة، زي مثلا حتحور إيزيس سخمت وهكذا، تمام؟ فهنا بيقدم تقدمة المرايا للإلهة حتحور، تمام؟ يبقى أول حاجة هنلاقيها عندنا هي زي ما قلنا الجيت واي بتاع بطلميوس ال 12. تعالوا كده نشوفها من الأول خالص تاني. يبقى
The first thing you meet as a tour guide before entering the main temple is the gateway of Ptolemy the 12th, this part. It's the remaining, it's a gateway now located to the southwest of the main temple. And only remains of the gateway still exist. It's not the complete gateway, it doesn't exist. يعني الجيتوي كلها مش موجودة. We have only remaining part of this gateway and we have very remarkable scenes in this gateway. For example, Ptolemy the 12th is smiting his enemies and this is a very traditional scene in front of the two deities and we don't know exactly who are the two deities because the upper part of their figures is destroyed. We have a very remarkable scene here is the king Ptolemy the 12th burning the incense and also presenting flowers Sibiu to two remarkable deities. Who are the two deities? God Geb, god of earth in the form of a human man, and also goddess Nut. And here we have also a very remarkable scene of Ptolemy the 12th. He is presenting two mirrors to goddess Hathor. زي ما قلنا ان تقدمت المرايات او ان تقدمت المرايتين two mirrors كانت اسمها في اللغة المصرية القديمة وننت حرعنخ. والمنظر دوت او التقدمة دي ظهرت في تقدمة احد اشهر تقدمة المعابد في العصر اليوناني الروماني واصبحت بتعبر عن ان الالهة المقدم اليها المرايتين ترى جمالها من خلال هذه المرايتين. ودايما النص كان بيصف ان المرايتين دول صرحهم ليها الاله بتاح اله الحرف والصناعات وهو اله منف الرئيسي. وفي بعض الاحيان النصوص كانت بتوصف المرايتين بانهم الشمس والقمر خلاص. فالمرايتين كان حقيقة ليهم سيمبليزم جميل جدا ولطيف جدا نقدر نتكلم فيه شوية خلالهم على الديانة. So here we can find Ptolemy the 12th is presenting two mirrors. And as we said before, the two mirrors were one of the most remarkable offerings appeared in the Egyptian temples during the Greco-Roman period. They were called in the ancient Egyptian language as Wenenet Her'anch. What is the meaning of Wenenet Her'anch? Offering the two mirrors. The two mirrors were sometimes described to be the sun and the moon. إن هما بيتم وصفهم في بعض الأحيان بأنهم الشمس والقمر. In other cases, they were described to be manufactured by. يعني إيه manufactured؟ إن هو تم تصنيعهم من خلال الإله بتاح. Manufactured by the Memphite god Ptah, the god of the craftsmen. And they were specially dedicated to goddesses and not gods. دايما بيتم إعطائهم لآلهات وليست آلهة. For example, goddess Hathor, Isis, Sekhmet, and different other deities. زي ما قلنا هو دوت الجيتوي. تخيل انت برا كده خالص واقف هنا وآجي الجيتوي بتاعك برا وبتلاقي هو بقية الجيتوي بتاعك وبعد كده بتدخل. ايه هو بقى دوت اللي من برا ده؟ تعالوا كده نشوفه مع بعض. ده عبارة عن بقايا البايلون بتاع كومومبو. هو كومومبو كان ليه بايلون زي مثلا اللي كان موجود في معبد ادفو. كان ليه بايلون بس للأسف البايلون بتاع كومومبو يعني مش موجود حاليا على أرض الواقع بشكل أساسي. بعد الجيتوي بتاعة بطلميوس ال 12 بتلاقي هنا بقايا البايلون بتاعة معبد كومومبو. تعالوا نشوف كده ايه المناظر اللي انت ممكن تشرحها. ادي اهي بقايا الجزء السفلي من البايلون بتاع معبد كومومبو. ومن أهم المناظر اللي انت بتلاقيها فيها هي عبارة عن مناظر التقدمة, عبارة عن الناس اللي هي بتبقى شايلة أشكال الخصوبة المختلفة اللي بتبقى شايلة خيرات نهر النيل وخيرات الأرض المصرية واللي بيتقدمها الإمبراطور الروماني دوميتيان. تمام. فدي أحد البقايا اللي موجودة. والبايلون للأسف يعني تهدم وفي جزء منه غرق في النيل سنة 1893. وحاولت هيئة الآثار المصرية في تلك الفترة ان هي تنقذ ما يمكن انقاذه وهو ده فعلا الجزء اللي احنا قدرنا ننقذه. عندنا برضو في الجزء الغربي والجزء الجنوبي من هذا البايلون احد المناظر اللي هي بداية مناظر تأسيس المعبد. تعالوا كده نشوفها مع بعض.
المنظر ده، وهو برضو بيمثل الإمبراطور الروماني دوميتيان، وهو طالع من القصر ويتقدمه الكاهن وهو بيحرق البخور مع بعض العلامات اللي عليها سواري، اللي هي أشكال المقاطعات المختلفة أو الساينس بتاعت السيمبلز، رموز المقاطعات المصرية المختلفة. طبعا التأثير الروماني ظاهر في الرومان ساندل واللونج روب اللي هو فوق الشنديد كيلت، يعني بدأ يبقى فيه كده تأثير مختلف شوية، لأن احنا زي ما بنقول المعبد قعد فترة طويلة جدا يتبنى، فكان فيه كده تأثيرات فنية مختلفة عن مثلا التأثير المصري الخالص أو الشكل المصري الخالص اللي موجود في المعابد المصرية. ده برضو أحد المناظر اللي احنا بنقدر نلاقيها على بقايا البايلون اللي قدرت وزارة أو هيئة المجلس الأعلى للآثار إن هو ينقذه من نهر النيل. ادي اهو بقايا البايلون، تمام. والجيت واي بتاعه بطلميوس ال 12 بتبقى هنا، انت بتشرح الجزء ده. ادي مناظر تقدمه زي ما احنا شايفين اهي، وادي منظر دوميتيان او اللي احنا شرحناه، وقدامه الشخص الكاهن اللي هو بيحرق البخور، تمام. وبقيه طبعا البايلون للاسف مش مكتمل. اوكي طيب، تعالوا نقول الكلام ده تاني كده بالانجلش. يبقى after leaving the gateway of Ptolemy the second we can face now the remaining part of the pylon. The temple of the Komombo was once occupied by a pylon. Only the lower part of the pylon still exists. مجرد الجزء العلوي السفلي من هذا البايلون موجود. Because most of the pylon collapsed, يعني إيه collapsed؟ تهدم. The blocks were drawn in the Nile in 1893. للأسف غرقت في نهر النيل. The Supreme Council of Egyptian Antiquities built a protective wall between the Nile and the temple. تم طبعا بناء سور حوالين المعبد علشان نقدر نحمي المعبد من أخطار نهر النيل في هذه الفترة. The remaining part of the pylon reveals that two important scenes. This scene is revealing the processional scene of the fertility figures. They are carrying the different gifts of the Nile and they are led by the Roman Emperor Domitian here. And another very important scene is the Roman Emperor Domitian. He is leaving his palace and in front of him we can find the priest burning the incense, بيحرق البخور. The different standards are the flags of the different nomes of Egypt. And this is a general view of the pylon, the remaining part of the pylon, only the lower part. The blocks, as we said before, collapsed in the Nile in 1893. And we have two important scenes. The funeral procession, the processional way of the fertility figures, and Domitian leaving his palace in order to build his temple. طيب ايه تاني هنقدر نشوفه في المعبد؟ بعد كده هتبدأ تدخل على الأوبن كورت بتاعة المعبد. ادي الأوبن كورت بتاعة معبد كومومبو زي ما احنا شايفين، برضو بقايا الأعمدة فقط هي اللي هي موجودة مش كلها. والأوبن كورت طبعا اللي هي الوبا هي عبارة عن مكان فناء مفتوح بدون سقف، بياخد شكل المستطيل، وهو بياخد شكل كولوند أو في رواق صفوف من الأعمدة من الثلاث جهات. المعبد ليه بوابتين، البوابة اللي على اليمين زي ما بنقول هي مخصصة لسوبك، والبوابة اللي على الشمال هي مخصصة لحرور حروريس. بقايا الأعمدة بتحمل بعض مناظر التقدمة زي مثلا الإمبراطور تايبيريوس وهو بيقدم التقديمات المختلفة لسوبك وحروريس. تايبيريوس يعني ظهر كتير جدا على الكولومز بتاعة الأوبن كورت. وفي السنترال بارت هنشوف كده مع بعض، شايفين الجزء ده في السنترال بارت او في الجزء اللي في النص في الاوبن كورت، هنلاقي روز جرانايت بلوك واز ديسكفرد. دوت عباره عن حجر من الجرانيت الوردي، ويقال ان هذا الحجر كان بيستخدم كبيزن كحوض للادوات الطقسيه والمراسم الطقسيه المختلفه. So after leaving or after entering from the pylon, the remaining of the pylon, we enter the open court. The open court was called in the ancient Egyptian language as wiba. It's an open court, a court without a ceiling,
having a colonnade of three rows of column from how many sides? Three sides. Rows of column in three sides. Okay? Only the lower part of the columns are still visible, and they are depicting scenes, offering scenes of the Roman Emperor Tiberius, presenting offering to God Sobek and to God Herwer. We have here two entrances. Okay, the right-handed entrance is leading to the triad of Sobek, and the left-handed entrance is leading to the triad of Herwer. In the central part, we discovered a red granite block, and this red granite block was once used for making as a basin for making the different rituals. تمام، كان بيستخدم لعمل الطقوس المختلفة. ادي منظر تايبيريوس ومنظر الأباطرة وهم بيقدموا القرابين المختلفة، زي تقدمة مثلا التيجانين للآلهة. ده منظر من الناحية التانية، الجزء اللي على الشمال دوت المخصص لحروير. وادي اهوت البيزن بتاع كومومبو. طيب هنقدر نشوف ايه في المناظر المختلفة. دلوقتي احنا اتفقنا ان معبد كومومبو من المعابد المميزة جدا، وهنلاقي ان في مناظر دوبليكيتد. يعني ايه دوبليكيتد؟ تم يعني ان هي حصلها دوبليكيشن، علشان احنا عندنا ثالوثين، فبيعمل مرة مثلا التطهير قدام حورس او حاروريس، ومرة بيعمل التطهير نفس المنظر او نفس الريتوال قدام سوبك. خلاص، اول منظر هنا عندنا هتلاقوا منظر للبيوريفيكيشن اللي هو منظر التطهير والمعتاد اللي احنا شفناه في ادفول، وشفناه في كل المعابد المصرية. والتطهير هنا بيتم من خلال حورس والإله تحت. حورس طبعا هنا بياخد شكل صقر، انسان برأس صقر، وتحط بياخد شكل طائر الايبس، وهما الاثنين ماسكين الحس فيس وبيصبوا علامات العنخة المتتالية على رأس الملك المصري. ووراه هنلاقي الاله مين بقى؟ الاله حرور. طيب ده على الجانب ايه؟ على الجانب الشمال. ده على الجانب الشمال. طيب عندنا منظر تاني، عندنا منظر تاني وراه كده على طول، برضو بنلاقي الملك وهو بيغادر القصر، وقدامه الكاهن وهو بيحرق البخور، وبرضو مناظر الاعلام مختلفة. حلو، يبقى احنا معنا كده عندنا هنا كم منظر مهمين؟ منظر الملك وهو طالع من القصر، ومنظر هنا التطهير. طيب ده على الجزء الشمال، يا ترى على الجزء اليمين هنلاقي ايه؟ نفس المنظر اللي هنلاقيه هنا هيكرر هنا، بس هنا كان قدام حورس، هنا هيبقى قدام مين؟ قدام سوبك. سوبك هنا بيظهر كإنسان برأس تمساح، واسمه طبعا جد ميدو ان سوبك اهو موجود. ونفس المنظر برضو منظر التطهير، للأسف الخراطيش تم يعني ايه، للأسف الاسم مش موجود او مش ظاهر. خلاص، وعلى الجانب الثاني اهو هنا منظر الملك وهو طالع من القصر، وبرضو هنا الملك وهو طالع من القصر، وبرضو البريست بيعمل ايه؟ burning the incense. اذا بيحصل duplication، معناها بيحصل ايه؟ ان انا بعمل المنظر مرتين، بعمل نفس العنصر المعماري مرتين. عندي كم قدس اقداس؟ اتنين. عندي كم entrance للمعبد؟ اتنين. عندي كم منظر للتطهير؟ اتنين. عندي كم منظر للخروج من القصر الملكي؟ اتنين. وهكذا ارضاء للثالوثين عشان يحافظ على السيمتري. تمام، تعالوا نقولهم كده تاني مرة تانية. So on the right, on the left side, and as we said before, on the left side of this temple, we can find a very important scene, a very traditional scene. The king is being purified with the Hass vase by two important deities, Horus and Thoth. Horus as a falcon-headed man and Thoth as a ibis-headed man. Both of them are pouring the Ankh sign over the head of the king, and this action is practiced in front of Herwer, Horus the Great. Another very important scene is the king leaving his palace in order to establish his temple, علشان يبدأ يعمل بقى المعبد بتاعه زي ما احنا شفنا. In front of him the priest is burning incense, and the different standards of the gnomes of Egypt are depicted.
the same scenes are identically represented on the right side. يعني إيه identically represented؟ يعني متصورين برضو، لكن the only difference is the deity himself. Here, instead of having Haroris in this scene, we can find here Sobek in this scene attending the purification of the king by both Horus and Thoth. The same scene also is depicted here. The king is depicted with a long stick in his hand, and he is at a sign of authority, taban. And behind him, we can find the royal cart. The king or the priest is burning the incense. The standards of the gnomes of Egypt are depicted. ده منظر الـ two entrances. وعندنا طبعا الـ winged sun disk at a sign of protection. وقلنا قبل كده حورس بحتتي the winged sun disk، والحكاية بتاعت الـ winged sun disk ديت كده sign of protection اتكلمنا عنها كتير. وطبعا traces of colors are clearly visible in this scene. We have here two entrances leading to the two triads, to the two sanctuaries of the temple. As if we are visiting two temples in one place. كأنك بتزور معبدين بس في مكان واحد. طيب خلاص كده هندخل على first hypostyle hole أو البروناموس بتاعة المعبد اللي هو الوسخة خنتي. آدي البروناموس بتاع معبد كومومبو، وهو موجود فيه 12 عمود، في عبارة عن صفين، كل صف 6 أعمدة. الكابيتلز بتاعة الكولومز عبارة عن فلورال كابيتلز. وعندنا برضو هيروغليفيك ساين اتكلمنا عليها قبل كده، هنشوفها مع بعض. ادي الكومبوزايت كولومز، طبعا حاجة في منتهى العظمة ومنتهى الإبداع. الساين ديت اللي هي نب رخيت دواء، all people are venerating you، شفناها على الفساد بتاعة معبد إسنا، بتاعة البروناموس بتاعة معبد إسنا، وشفناها برضو في معبد إدفو، وشفناها أهوت مرة تانية في كومومبو. من الساينس الهيروغليفيك ساينس اللي اتكررت كتير، وخصوصا في منطقة الأوبن كوردز والفيرست هايبوستايل هول، مكان تجمع الناس لمشاهدة الاحتفالات المختلفة. أول ما بتدخل على إيدك الشمال بتلاقي منظر من المناظر المختلفة جدا، هو منظر لبطلميوس الـ 12، وهو بيتم مباركته من قبل أربعة آلهة. آدي الإله تحط، الإله تحط هو ظاهر هنا كإنسان برأس طائر الأيبس، والإله نوت، أهي نوت هنا اسمها نوت نبت نبوت نوبت نبت نوبت معناها سيدة كومومبو، والإلهة إيزيس. والإلهة إيزيس تعتبر دوت منظر إبداعي جدا ليها كسيدة برأس أنثى الأسد. وحورس، وهذه المباركة أو هذا البروتكشن الإلهي، الحماية الإلهية التي بتقدم لبطلميوس الـ 12، بتتم في وجود مين؟ بتتم في وجود حرور، وده موجود على الحائط. أول ما بتدخل شمال بتلاقي المنظر ده، طبعا من المناظر البديعة جدا اللي فيها حاجات كتير جدا، وهم بيظهرش كتير أربع آلهة كده بيتموا ليواركوا الملك ويحموا الملك بهذا الشكل. يبقى one of the very remarkable scenes in the hypostyle hall. Firstly, we should mention that the hypostyle hall is called in the ancient Egyptian language. It's a place for making the different festivals. And it has وسخت خنتي, the pronouns, and it's supported by 12 columns. The 12 columns are arranged in two rows. Every row has 6 columns, and the floral capitals of the columns are very remarkable here. And also we can find the different signs and hieroglyphic inscriptions, the cartouches, all over the columns themselves. We have also a very important hieroglyphic sign which we found before, or we saw before in the temple of Esna and also in the temple of Edfu. Neb Dua Rikhit, all people are adoring you, are venerating you. This sign is very common in the places where the people gathered in order to attend the different festivals. This is a very remarkable scene in the first hypostyle hall. Once you enter at the left side, when انت داخل على ايدك الشمال, we have here the divine protection for Ptolemy the 12th being protected
by four and blessed بيتم مباركته by four gods. Who are these gods? Where are these deities يعني؟ God Tahut as an ibis-headed man, goddess Nut, okay, and Nut here she is titled as Nebet Nubet, the mistress of Komombo, goddess Isis, and this is a very unique scene for goddess Isis in the form of a woman with the head of a lioness, and also got Horus. And finally, all this protection, the divine protection, is attended by Herwer Haroris. So how many times is Horus here depicted? Twice. Here and here. He is depicted twice here. ادي المنظر الرئيسي زي ما قلنا اول ما بتدخل البروناموس خليك فاكر كده على ايدك الشمال بتلاقيه على طول. من المناظر برضو او من الابواب المختلفة تماما والمهمة جدا منظر كده عندك باب وانت داخل على ايدك بقى اليمين ادخل يمين خالص الأوضة بتاعت البروناموس هتدخل كده هتقف هنا يمين هتلاقي كده باب اسمه باب الرياح الأربعة. ايه قصة الباب الرياح الأربعة؟ الحقيقة الرياح الأربعة اللي هي الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية المصري القديم عادة كان بيجسدهم في صورة أربعة حيوانات أو أربعة كائنات عادة بياخدوا الشكل الخرافي شوية. عادة الآلهة أو الآلهة الرياح كانوا بيمثلوا في شكل مخلوقات بتأخذ رأس الرام وجسد الاسكرب يعني بتاكل شكل يعني جسد الاسكرب لكن برأس رام اللي هو زي بتاع الإله أمون كده كبش تمام أو في بعض الأحيان بيبقى عبارة عن كبش ولكن ليه أربع رؤوس. إذن في بعض الأحيان بيبقى كبش ليه أربع رؤوس بعض الأحيان الأخرى كان بيبقى شكله جعران وله رأس كبش وبعض وعادة هما بيمثلوا زي ما قلنا الرياح الأربعة وكل واحد بيقابل التاني يعني دايما بنلاقي مثلا الرياح الشمالية وقصادها الرياح الجنوبية الشرقية وقصادها الغربية. طيب هنا بنلاقي مين؟ بنلاقي على فوق الباب اللي احنا شاورنا عليه الباب ده فوقيه كده عتبة من فوق هنلاقي منظر لبطلميوس الاثناشر وهو بيقدم علامة الحح. حح ديت معناها طبعا بتمثل الإترنتي للآلهة الأربعة اللي هم الرياح الأربعة. أول واحد عندنا هو عبارة عن كبش بأربع رؤوس اللي هو ده محيط بيمثل الرياح الشمالية. برضو عندنا واحد تاني بيمثل نفس المنظر بيمثل الرياح الغربي الريزيت اللي هي thousand wind. So the northern and thousand wind are depicted in the same row. واحد منهم الرياح الشمالية وواحد تاني الرياح الجنوبية. خلاص الجزء اللي تحت عندنا ده الفور legged snake خلاص crowned with a sun disk and two feathers وده بيمثل الويسترن ويند اللي هي إيمنتت ودوت الفور وينجد فالكون ده بيمثل الايسترن ويند اللي هي يبطت. خلاص يبقى محيط ريزيت شمالية جنوبية إيمنتت يبطت ويسترن ايسترن محيط ريزيت شمالية اللي هي نورثن ساوزن إيمنتت يبتت ويستن إيستن هي دي الرياح اللي موجودة فين في هذا المنظر. أوكي طيب يبقى in the first hypostyle hole after leaving the divine protection of Ptolemy the second of Ptolemy the 12th on the left side on the right side we can find a very another important door which is called the door of the four winds. Why it's called the door of the four winds? Because in the ancient Egyptian religion and art, the four winds, northern, western, eastern, southern winds, were depicted in the form of the different creatures. They were facing each other, either in the form of a ram with four heads, or in the form of a scarab, a winged scarab with a head of a ram. خلاص. And here we can find Ptolemy the 12th. He is presenting the hieroglyphic sign Heh. Which means eternity to the four winds. Who are here the four winds? Here we can find two identical creatures. The first one here is
northern wind محيط خلاص. It depicts a four-headed ram محيط. The northern wind four-headed ram. Another one رزيت also four-headed ram. Okay, but it represents the southern wind. Here we can find a snake with four legs and it represents the western wind emitted. And here this is the eastern wind as a falcon with four wings and it's called yaptit. So here mehit, northern wind, rizit, southern wind, emitted, western wind, yaptit, eastern wind. طبعا ده مناظر السيلينج. ومنظر السيلينج its entrance the first hypostyle hole. It's depicted with vultures and cobras شايفينهم spreading their wings in order to give the sign of protection of the main temple. And we have here traces of colors are clearly visible in the ceiling of the first hypostyle hole. خلاص we have also different astronomical ceilings. Some of them are representing the shape of God Horus surrounded with different stars. بعض المناظر الفلكية بنقول عليها لكنها غير مكتملة. أكتر المناظر الفلكية المكتملة تقدر تشرحها موجودة في معبد دندرة.